كل سنة وانتم طيبين. احنا بنحاول نتحرى ليلة القدر معاكم سنة 2019-2020، رمضان 2019 والليلة دي ليلة 21. وزي ما احنا شايفين في اول الليلة اهو القمر باين وواضح جدا في السماء، وان شاء الله هنصور مع بعض شروق الشمس ونتابع مع بعض تحري ليلة القدر. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية. والسماء صافية زي ما احنا شايفين والقمر واضح جدا اهو. ودي شمس اول يوم، يوم 21 رمضان 2019 الصبح، وواضح ان الشمس مش طالعة والنور بتاعها مش واضح، واعتقد ان دي مش ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. ومن علامات ليلة القدر ان الشمس بتطلع في تاني يوم الصبح لا شعاع لها، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها. وطبعا ربنا يا رب يبلغنا ليلة القدر لانها خير من الف شهر، يعني حوالي اكتر من 89 سنة. ليلة واحدة ثوابها أكبر من ثواب 89 سنة عبادة. ربنا يا رب يجعلنا ويجعلكم من الفائزين بليلة القدر. كل سنة وانتم طيبين، وتابعوا معانا إن شاء الله في العشر الأواخر من رمضان تحري ليلة القدر، ونكون مع بعض دايما على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.